السلام عليكم قبل سنتين كنت أدرس اللغة العربية في القاهرة وحصلت على نسخة من هذا الكتاب المرجعي الذي عنوانه Arab Women Writers بقلم رضوى عاشور الله يرحمها وفريال غزول وحسناء رضا مكتاشي ويتناول كل فصل من فصول هذا الكتاب بلدا من البلدان العربية وتشرح عشرات القصص, القصص, القصص القصيرة والروايات لكاتبات ذلك البلد بعضهن مشهورات وبعضهن لا. ومن تقريبا 200 ملخص واحد من الاردن استوقفني على وجه الخصوص وها هو. في روايه الخروج من سوسروقا تروى زهرة عمر تاريخ الشركس منذ هجراتهم القسرية من أراضهم في أواخر القرن التاسع عشر حينما كانوا محاصرين بين مطرقة روسيا القيصرية والسندان الإمبراطورية العثمانية تتشابك الأحداث التاريخية مع الأساطير والواقعية السحرية بطريقة تستحضر ألف ليلة وليلة تارة تارة والروايات أمريكا اللاتينية تارة أخرى إنها رواية تجريبية بكل إبداع وجرأة فالسؤال الذي طرح نفسه كان كيف يمكنني الحصول على نسخة من هذه الرواية وبحثت في كل مكان سألت تجار الكتب في القاهرة وأجاب علي كل واحد منهم من زهر عمر ماذا تعني سوسروقة لا أعرفها لا أعرفها بالمناسبة سأجيب على هذين السؤالين فيما بعد، المهم مع مرور الأسابيع التجأت إلى الاتصال ببعض التجار للكتب في الأردن عبر واتس، وأخيرا أجاب علي أحدهم وقال: "سلامات إندرن، وجدت نسخة غلافها الخارجي ممزق نوعا ما، ولقد اشتريتها على كل حال. نظرا لسعرها الزهيد سبعة دولارات وهكذا اشتريت الكتاب وقرأته وأصبحت مهووسا بهذه الرواية الأردنية المغمورة التي عنوانها الخروج من سوسروقة بالنسبة لتقديمي اليوم عنوانها عنوانه إعادة تجميع سوسروقة القومية الشاركسية في الأردن في التسعينيات ولكن في الحقيقة هذا ليس أنسب عنوان لأن هدفي بسيط جدا، هدفي الرئيسي على كل حال. أكيد سأتعاطف مع سياق الرواية وسأناقش بعض الاقتباسات منها، ولكن في نهاية المطاف لا أريد إلا أن أحمسكم على قراءة الرواية لأنفسكم. فباختصار سينقسم التقديم إلى نصفين، أولا سأعطيكم بعض المعلومات الأساسية حول الشتات الشركسي في الأردن يعني من هم الشركس من أين جاءوا لماذا يعتبر المجتمع الشركسي في الأردن مختلفا عن بقية الشتات الشركسي في العالم ما هي حركة القومية الشركسية الحديثة ومتى ظهرت على السعيد العالمي إلى أي درجة كان شركس الأردن يؤيدون هذه الحركة في أوائل التسعينيات عند إصدار رواية الخروج من سسرقة ثم في النصف الثاني من التقديم سأتطرق للرواية نفسها إلى أي درجة تنسجم هذه الرواية مع أهداف حركة القومية الشركسية خصوصا فكرة العودة الجماعية إلى وطن الأجداد سألخص لكم حبكة الرواية ثم أختار ثلاثة اقتباسات أرى فيها تأثير القومية الشركسية فلنبدأ أولا من هم الشركس متى جاءوا إلى الأردن من أين ولماذا الشركس أو الأديقة كما يسمون نفسهم أنفسهم هما مجموعة إثنية تعتبر أحد الشعوب الأصلية في الشمال غرب منطقة القوقاز الواقع بين البحر الأسود هنا وبحر قزوين هنا فعلى هذه الخريطة تدل النجمة الخضراء على مدينة سوتشي التي قد تعرفونها وهي كانت عاصمة الأراضي الشركسية الأصلية أما بالنسبة أما بالنسبة للنجمة الحمراء فطبعا هي تدل على منطق... على مدينة عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية المهم أغلب الشركس مسلمون ولا يزالوا... لا يزالون بعضهم يتحدثون لغتهم الأصلية التي يطلق عليها اديغا وعدد الشركس في العالم اليوم يقارب خمسة ملايين من بينهم تقريبا ثمانين بالمية يسكنون في الشتات في المهجر يعني مثلا عندنا مليونين في تركيا ومئة الف في الأردن ناهيك عن مجتمعات في مصر والعراق والولايات المتحدة إلى آخره وهذا يقودنا إلى سؤال لماذا ترك تركوا وطنهم. في سنة 1763، بدأت الإمبراطورية الروسية بغزو منطقة القوقاز. سعت روسيا إلى استخدام جبال القوقاز كطرق إمداد، يعني supply routes، تصل إلى محميتيها الجديدتين جورجيا وأرمينيا في الجنوب. ولمدة قرن كامل حاربت روسيا الشعوب الأصلية في القوقاز بما فيها الشيشان يعني the Chechens والآفار يعني the Avars والشركس وبين سنة 1830 وسنة 1864 ارتكبت روسيا ضد الشركس إبادة جماعية راحت ضحيتها تقريبا 90% من الشركس يعني مئات الالاف من المدنيين. أما بالنسبة للناجين فقامت روسيا بطردهم إلى مناطق أخرى بما فيها ولايات عثمانية مختلفة مثل ولاية سوريا حيث أسس بعض الشركس مدينة قرية عمان عفوا فوق آثار مدينة فيلادلفيا الرومانية. لنقرب الصورة الآن كي نفحص هذا الغزو الروسي بالمزيد من التفاصيل يعني وراء هذه الألوان والأشكال المتغيرة تكمن قصة شعب صغير وشجاع ومتقن جدا بالقتال دافع عن نفسه لمدة قرن كامل في مواجهة إمبراطورية هائلة ولكن كما سترون في نهاية المطاف في سنة 1864 انهزم الشاركس وتشتت الناجيون ستتلاشى هذه المنطقة هكذا على سبيل المقارنة المسافة بين سوتشي وبين مدينة عمان نفس المسافة بين مدينة شيكاغو ونيو أورلينز في ولاية لويزيانا. الآن لنشاهد مقطعا قصيرا من فيلم وثائقي عنوانه أن تكون أديقة يتمحور حول وضع المجتمع الشركسي في الأردن. ويوفر هذا المقطع المزيد من التفاصيل حول حول خروج الشركس من القوقاز. والدور الذي لعبه العثمانيون في توطين بعض الشركس في منطقه عمان اول ما اجوا شركس الشابسوغ على عمان في عام 1878 حطوا في هذه المنطقه عمان كانت مهجوره فما كان في امكانيه الا انهم يعيشوا في المغر وفي نفس المنطقه هون في المدرج لما اجينا هون لما اجوا جدادنا هون بعد خروج الشركس من شركسيا بعد انتهاء الحرب الروسيه الشركسيه واتجهوا باتجاه الامبراطوريه العثمانيه، كثير منهم راحوا لاوروبا الشرقيه، ناس راحوا لنفس تركيا وفي مجموعات صغيره اخذوها للاردن وسوريا وفلسطين والعراق وبعضهم في لبنان كان الهدف الرئيسي لأخذهم لهذه المناطق المعتبرة نائية بالنسبة للإمبراطورية العثمانية هي إنه كانوا بدهم يحافظوا على قوافل الحجاج اللي كانت تروح للأراضي المقدسة وبعد هيك كان الشركس لهم دور في بناء والحفاظ على خط الحديد الحجازي. طيب ننتقل الآن إلى القرن العشرين كيف يختلف شركة الأردن على المجتمعات الشركسية الأخرى؟ لأسباب كثيرة يعتبر هذا المجتمع مختلفاً عن بقية الشتات الشركسي أولاً يتمتع بمكانة عالية كمؤسسي مدينة عمان الحديثة ثانيا منذ تأسيس إمارة شرق الأردن في سنة 1921 يعني The Emirate of Transjordan استفاد الشركس من علاقة وطيدة بالحكام وهم الهاشميون الذين أصبحوا العائلة الملكية في الأردن في سنة 1946 مع أن الشركس الأردن لا يشكلون إلى 1% من عدد سكان البلد إلى أنهم يشتهرون بنجاحهم في الجيش والشرطه وبولائهم الى العرش الهاشمي على سبيل المثال في سنه 1970 اعتمد عليهم اعتمد على... الملك حسين على حراسه الشركس اثناء الاولى الاسود عندما وصل الى ذروته خلافه مع المنظمه التحرير الفلسطينيه فبخلاف الشتات الشركسي في بعض البلدان الاخرى أه، الذي في الاردن يوصف بالنخبه المجتمع وتشير اليه الحكومه الاردنيه كدليل على قدره كل الفئات على على النجاح طالما اندمجت في المجتمع الاردني ثم في اوائل التسعينيات حصل تغيير كبير في العالم انهيار الاتحاد السوفيتي ونتيجه لبرنامج بيرسترويكا استطاع الشتات الشركسي العالمي العودة إلى وطن أجداده للمرة الأولى منذ منذ الكارثتين المحوريتين في تاريخ الشعب يعني الإبادة الجماعية والتهجير القسري وانفتاح الحدود السوفياتية في القوقاز ألهم حركة عالمية يطلق عليها القومية الشركسية الحديثة فما هي أهداف القومية الشركسية الحديثة نتيجة طبقا لسوفيان جاموكا في جامعة جورج واشنطن تعتمد هذه الحركة على ثلاثة أسس أولا الاعتراف الدولي بالابادة الجماعية التي ارتكبتها الروسية ضد الشاركس ثانيا عودة الشاركس من كل أنحاء العالم إلى أرض أجدادهم في القوقاز وثالثا توحيد الأقليم في القوقاز بغرض إحياء دولة شاركسيا القديمة فالسؤال التالي هو كيف استجاب شاركس الأردن لانتشار هذه الحركة القومية عبر الشتات الشاركسي العالمي ذكرت سابقا أن شاركس الأردن يعتبرون النخبة فقد نتوقع أن يتساءلوا لماذا سأقتلع نفسي من بلد يكون وضعي فيه متميزا ومريحا جدا وتتوافر لي في مناصب رفيعه في الخدمه المدنيه مثلا، لماذا ساترك جيراني العرب الذين يحترموني والعرش الهاشمي الذي تفضلني وتمول مناسبات ثقافيه شركسيه، لماذا ساترك كل هذا؟ وبالصفة عامة صحيح أن يقال أن الشاركس الأردن استجابوا للقومية الشاركسية استجابة أكثر تردداً مثلاً الكثير من الشاركس غير الأردنيين انتقلوا إلى القوقاز في أوائل التسعينيات واستقروا هناك فازداد عدد الشاركس في القوقاز من 150 ألف نسمة في سنة 1897 إلى أكثر من 800 ألف نسمع هناك اليوم أما بالنسبة للشاركس الأردن فعداد قليلة منهم زارت المنطقة القوقاز يعني لمدة شهر وشهرين ثم رجعت إلى عمان ولكن الوضع في الأردن أكثر تعقيدا لأن المجتمع الشاركسي هناك ليس متجانسا في دراسات أنثروبولوجية حول هذا المجتمع يعني في دراسات أنثروبولوجية أجرتها حول هذه المجتمعة تقول الباحثة ستني شامي إن التوتر بين الحفاظ على الهوية العرقية من ناحية والمشاركة في صنع الأردن من ناحية أخرى ملموس في جوانب كثيرة من الحياة الشركسية من حفلات الزفاف إلى اجتماعات الجماعيات العرقية واللقاءات اليومية فرغم نجاح الشركس والمكانة الاجتماعية التي اكتسب اكتسبوها وقربهم بالعرش الهاشمي يشيرون بعضهم يشيرون بعضهم إلى عقبات وتحديات مختلفة لنستمع الآن إلى الأستاذ في جامعة الأردن اسمه علي برمامت ظهر في نفس الفيلم الوثائقي المشار إليه سابقاً حالة المخاض اللي أنا رحت من خلالها مخاض إني أكون كمواطن أردني أولاً وشوي شوي أخفف من هال الحدود اللي كانت تمنع إني أنصهر. في اردنيتي حالة المخاض ما اجت بالهيه التحرر في كل الاتجاهات انا عندي التحرر من كل شيء كان يدقر تقدمي في الحياه يدقر من اني اكون سعيد في بيئتي والسعاده موضوع كثير مهم واحد يتوصل له مين ما كان يكون انت بدك تكون مع نفسك مع روحك مع بيئتك سعيد وفي حالة سلام وفي حالة تصالح مع النفس ومع المجتمع ومع الوطن هالحالة هاي كتير مهمة نصلها كلنا مين ما كان يكون مين ما كانت خلفيته مين ما كان هو وهالحالة ما اجت بالسهولة لانه في عقبات في عقبات عشائريه في عقبات عائليه في عقبات دينيه في عقبات من كل الاتجاهات بس انت كيف بدك تتعامل مع هذه العقبات وتتخطاها هون تيجي اهميه ال ال اكتشاف الهويه الذاتيه هويتك انت مين انت في هالعالم مين انت انت كعلي برمامد ذو الاصول الشركسيه طب انت هلا انت مين هل انت شركس القفقاس المحارب على صهوة جوادك وحامل سيف الحرب طول عمرك ولا انت بتركب سيارة ساب وقاعد بالهيئة الملكية الأردنية وبتدرس عمارة وفنون بالجامعة وجزء من هالمجتمع هذا طب هالنقلة التاريخية والنوعية والاجتماعية وكلها غصبت عنك انت بدك تتطور وتتحول وتصير انسان مختلف فهنا انا توصلت لحاله السلام مع وضعي كما هو الان طيب فوصف علي الشعور بتعليق بين قرنين ومكانين مختلفين وطرح على نفسه سؤالا استنكاريا هل انت شاركت القفقاز المحارب على صهوة صهوة جوادك وحامل سيف الحرب طول عمرك ولا انت بتركب سيارة ساب قاعد بالهيئة الملكية الأردنية وبتدرس إعمارة وفنون بالجامعة وجزء من هالمجتمع هذا اختار علي الانصهار ليحرر نفسه من هذه الحالة المتناقضة كما سنرى فيما بعد رواية الخروج من سسروقة تحاكي هذا الشعور بالتعليق بين بين عالمين لأنها تتراوح بين الأسطورة والواقعة والماضي والحاضر والقوقاز وعمان المهم بالنسبة للقومية الشركسية أثارت استجابات متباينة في المجتمع الشركسي في الأردن إذا ما هي النقاط المعينة التي اختلف عليها الشركس في الأردن؟ باستخدام هذا الطيف نظمت ولخصت بعض الآراء التي وجدتها في دراسات ستني المشار إليها وشين برام يعني باحث في علم الانسان من اسرائيل دراسات حول المجتمع الشركسي في الاردن بالاضافه الى اراء تم تعبير عنها في الفيلم الوثائقي أن تكون عادية ففي الجانب الايسر من هذا الطايف هنا بجانب العالم الاردني نرى تصريحات تعكس الحد الاقصى من الولاء للعرش الهاشمي مثلا الاردن هو وطني الاردن هي وطني وليس القوقاز. القوقاز ضعيف اقتصاديا فلماذا سأنقل عائلتي إليها؟ الولاء للوطن والانتماء الى الامه اهم من الهويه العرقيه. والذي ادهشني اكثر فكره انه لم يتعرض الاجداد الشركس للتهجير بل انجذبوا الى الحكم العثماني بسبب تدينهم. وهذه الاراء تتنافى مع الآراء هنا في الجانب الأيمن بجانب العالم العلم الخاص بحركة القومية الشركسية مثلا لم يختار أجدادنا الهجرة بل هجروا فلسنا في الأردن بالاختيار أو حتميا ستتلاشى الثقافة الشركسية في المهجر والحل الوحيد ربما هو العودة إلى القوقاز التضامن مع الفلسطينيين هو أو شعوب صغيرة أخرى خير من أن نكون بيادق الهاشميين. ثم يقع الكثير من الشركة في الأردن في وسط هذا الطيف بين الوطنية الأردنية والقومية الشركسية. مثلا زرت القوقاز مرة أو مرتين لكني لن أنتقل إليها إلا إذا تحسنت الظروف الاقتصادية هناك. أو أنا مئة بالمئة أردني ومئة بالمئة شعر كثيفة نفس الوقت أو يمكن الحفاظ على الثقافة في الشتات بالنجاح يعني هذا يمكن قابل للتحقيق وهذا يقودنا إلى النصف الثاني للتقديم الذي يتمحور حول رواية الخروج من سوسلوكا يا ترى أين ستقع هذه الرواية على هذا الطيف تزامن نشرها مع ظهور القومية الشركسية في العالم بالإضافة إلى أن الرواية تتعاطى مع تأسيس عمان من قبل الشركس فهل ستصور زهرة عمر تاريخ مجتمعها بطريقة تنسجم مع أهداف القومية الشركسية أو هل ستشدد على الشعور بالانتماء والاستقرار في الأردن لنرى في الحقيقة لم يتناول الكتاب إلا عدد قليل من النقاد والدارسين ويزعم معظمهم بأن مغزى الرواية هي أهمية الشركس في تاريخ الأردن وولائهم وجودة أخلاقهم وإمكانية التوازن بين الحفاظ على الثقافة الشركسية من ناحية وبين الاندماج في المجتمع الأردني من ناحية أخرى بعبارة أخرى يقول هؤلاء النقاد أن الرواية تقع تقريبا هنا على هذا الطيف أو حتى هنا ولكن هذه القراءة تتنافى مع بعض الأدلة في النص مثلا حتى في مقدمة الرواية تعلق زهر عمر على سياق الرواية وتطرح السؤال الاستنكاري التالي يبقى السؤال الصعب هل بقي مكان تحت الشمس تحت الشمس للشعوب الصغيرة كان بإمكانها أن تقول ليس هناك إلا عدد قليل من الأماكن تحت الشمس للشعوب الصغيرة والحمد لله أن الأردن رحبت بها ولكن لا هي تطرح هذا السؤال الصعب ثم بدلاً من الإجابة عليه, عليه. تبدأ بالرواية. يلخص أغلب النقاد والدارسين والدارس الرواية بالقول إنها تصور الفترة التي أسس فيها الشاركس مدينة عمان الحديثة وأتفق معهم من ناحية أن أغلب الصفحات في الرواية تركز على خروج الشاركس من وطنهم واستيطانهم في ولاية سوريا العثمانية ولكن في الحقيقة هذا الخط السردي مجرد واحد من ثلاثة خطوط سردية تتراوح الرواية بينها باستمرار. الخط السردي الأول والرئيسي تنحصر على مساء واحد في أواخر القرن العشرين، وتحتضر فيه امرأة مسنة اسمها نشوى، تستلقي على سرير احتضارها في عمان، ويملأ الغرفة أقربائها الأحياء بالإضافة إلى أشباح أبيها وأخيها وأقرباء آخرين توفوا يعني منذ عشرات السنوات. أما بالنسبة للأحياء في الغرفة بناتها وأحفادها فهم مندهشون وخائفون. كانوا يتوقعوا كانوا يتوقعون أن تتوافى هذه الأمرأة المسنة على نحو هادئ. بدون كلام أو مفاجآت أو مشاكل ولكنها تتشنج وتتمتم وترفع إصبعها كأنها تتواصل مع أحد وتتجاهلهم تماما أما بالنسبة للأشباح فهم جاءوا إلى الغرفة لكي يساعدوا نشخة على العبور إلى الآخرة،, الآخرة حيث حافظوا على الثقافة الشركسية بما فيها الآلات الموسيقية والمشروبات والأكلات التقليدية أنواع من الرقص واللغة الأديقية نفسها هو فعلا ستجد عشرات الكلمات الأديقية غير العربية في هذه الرواية, هذه الرواية العربية المهم الأشباح يذكرونها بطفولتها وهذا ينقلنا إلى الخط السردي الثاني في أواخر القرن التاسع عشر حينما لجأت عائلتها من القوقاز إلى عمان يعني عن طريق أناتوليا والبحر الأسود فهكذا تتراوح الرواية بين الماضي والحاضر والقوقاز وعمان بالإضافة إلى هذين الخطين الثلاثيين شبح شقيق نشخة يغني لها ليهدئها يهدئها وهذه الاغاني محتويات محتوى هذه الاغاني هي عباره عن الملاحم والاساطير الشركسيه القديمه هنا في في نهايه الروايه تتوفى الجده بدون ان يفهم احفادها وبناتها ماذا تعني تمتماتها و بدون أن يفهمون أنها كانت تتواصل مع الموتى والأجداد لنقرأ الآن اقتباس من هذا الخط السردي في الوقت الحاضر حش ما هذا الصوت الذي أسمعه دندنا نقر على شكبشنا آه أنت لا تنسى شيئا أبدا مثل هذا لم يعد في عاداتنا لقد انتهى منذ زمن هل تريد أن أقتنع أنني في حالة الاحتضار أم أن أسلي ذلك تنسل روحي دون أن أدري لن يحدث ذلك أنا لك بالمرصاد ولكن هذا جميل لا أستطيع أن أكون إلا أنا هذا يسعدني إنها أغنية سوسروقة عندما حضر مجلس النارستين لأول مرة المرة الأولى هي دائماً الأصعب ورفعت نظر... نظرها بلطف ونظرة امتنان في وجهها هزت رأسها دلالة على الموافقة استرخت بين الوسائد أسبلت أجفانها بدأ النغم مع الصوت ذي الجرس يرتفع ليعلو يعلو حتى انتشر في المكان تمام لماذا تقاوم نشخ الموت يقول البعض إنها تقاوم الموت تقاوم الموت من اجل تحقيق مهمه وهذه المهمه نقل ذكرياتها والعادات والتقاليد الشركسيه الى الاحفاد والجيل الشباب ولكن بالعكس هي تتمسك بقيد الحياه لان ظروف حياتها ظروف حياتها المضنيه عودتها على التحمل والعناد عدم تواصلها مع الاحياء يعكس الفجوة بينها وبين الشباب في عمان والجيل الجديد يعني. ففي المهجر خصوصا في الأردن كل جيل جديد يميل إلى الاندماج أكثر فأكثر، فكلما تموت جدة مثل نشقة تستمر الثقافة الشركسية المهددة بالتلاشي. فربما الطريقة الوحيدة لإنقاذها هي العوده للقوقاز كما قلت سابقا طوال الروايه شبح حمبوت وهو الشقيق نشقها الذي قتل من قبل الروس وهم اطفال وهم الطفلين وهم الطفلان شقيقها يغني لها وهي تحتضر وتنبع هذه الأغاني من أكبر مصدر أكبر نافورة في الفولكلور الشركسي وهو الملاحم النارتية مجموعة من القصص تناقلت شفويا منذ تقريبا ألفين سنة أو حتى أكثر والبطل الرئيسي في هذه الملاحم اسمه سوسروقا قصة, ولاد... قصة ولادته مثيرة جدا للاهتمام ومبهرة جدا ولكنها طويلة بعض الشيء فيكفي يكفي القول انه ولد من حجر ونقطة ضعفه تقع في كاحله مثل اخيل من الاساطير اليونانية القديمة. المهم زهرة عمر تقتبس حلقات مختلفة من هذا الكتاب هنا ملاحم نار الشرق الشركز. ترجمه ممدوح قوموق عن اللغة الأديقية وفي إحدى هذه الأساطير يضيع البطل سسروقة فأمه ستني تراودها الكوابيس المشؤومة ستني بالمناسبة هي كانت إلهة الخصوبة وفقا للمعتقدات الوثنية عند شركة القدماء المهم تخرج ستني من البيت باحثة عن والدها وتجد أعضاء جثته مبعثرة على ساحة معركة لنقرأ أي شيخوخة تعيسة ستكون شيخوختي هذا فخذ هو فخذ هذا الفخذ هو فخذ والدي العيسى قالت وبدأت تبحث عن الأعضاء الأخرى فصادفت الفخذ الأيمن بعد قليل وحملته ووضعته بجانب الفخذ الأيسر بعد ذلك وجدت ذراعيه ورأسه وجذعه ثم رتبت الأعضاء في أمكناتها الصحيحة ورقدت فوق والدها وأخذت تنوح عليه غاسلة بدموعها وجه السسروقة وعندما غسلت عينيه فتح السروقة جفنيه ففرحت ستنيه وقبلت شفتيه ففتح السسروق فمه وتنهد وفي هذه الأثناء انتقلت روح ستني إلى والدها وسقطت فوقه جثة هامدة نهض السسروق وعندما وجد أمه جثة هامدة بكاها من أعماق قلبها قلبه ثم حمل حملها بين ذراعيه وأعادها وطلب من لبش إلى الحداد أن يصنع لها مقبرة من الفولاذ الخالص دفنها فيه ولكن قلبه لم يطمئن عليها فانتزع قلبه ووضعه فوق راس القبر وعندما تغيب الشمس كان قلب سوسروقه يضيء كالقمر فيراه الجميع من بعيد ويقول بعض النقاد ان انقاذ سوسروقه مجرد يعني أهمية تعليم الشباب تراثهم الثقافي ولكن إذا رمز السسرو... رمز السسروقة إلى الشعب الشركسي نفسه فيبدو أن زهرة عمر تجدد سياق الأسطورة لتقول لا نجاة للشعب الشركسي ولا الثقافة الشركسية إلا عن طريق إعادة تجميع كل المجتمعات في الشتات يعني الأو... العودة الجماعية إلى القوقاز مثل ما تنادي به حركة القومية الشركسية وبناء بناء على هذه الاستعارة يشبه المجتمع الشركسي في الأردن يد مبتور أو الرجل مبتور يعني لن يبقى دافئا إلا لمدة وجيزة قبل أن تموت الأنسجة وتتحلل كذلك نرى أهمية سسروقة رمزية في عنوان الرواية كان بإمكان, كان بإمكان زهر عمر أن تختار رواية مثل الخروج من القوقاز ولكن بدلا من ذلك تختار سسروقة وتعامله كأنه يمثل نوع من الوطن الروحي الذي يوازي الوطن الجغرافي. طبعا من الممكن العودة إلى القوقاز في أوائل التسعينيات ولكن كيف يمكن العودة إلى سوسروقا؟ باختصار رجوعا إلى هذا الطيف أرى أن الرواية لا تقع أوبس. لا تقع هنا لا تقع هنا بل تقع اقرب من يعني هنا بعباره اخرى اذا احتوت الروايه على رساله فهي ليست اهميه اهميه الحفاظ على الثقافه في المهجر بل استحاله الحفاظ عليها واهميه العوده ساعيد هذا لانه يعني لب تقديم اليوم إذا احتوت الرواية على رسالة رواية الخروج من سلسلوقه فهي ليست أهمية الحفاظ على الثقافة في المحجر بل استحالة الحفاظ عليها وأهمية العودة فماذا عن زهرة عمر نفسها؟ إذا افترضنا أنها تأثرت بالقومية الشركسية إلى حد ما على الأقل إذا تأثرت من هذه الحركة أكثر من غيرها في الأردن، فلماذا؟ ولدت زهرة عمر في مدينة عمّان في سنة 1933، وكان والداها لاجئين وصلا إلى الأردن من شمال القوقاز عند مطلع القرن العشرين. فريعان شبابها شبابها شاركت زهرة عمر في الحزب الشيوعي الأردني المحظور وهناك تعرفت على زوجها ظاهر المعاني، ظاهر المعاني يعني، وهو ذو الأصول الشركسية فأنجبا معا أربعة أولاد، في سنة 1962 عذبت المخابرات الأردنية رفيق زهر عمر واسمه عبد الفتاح تولستان وقتلته أثناء حملة الملك حسين على الشيوعية وهو كان رفيقها وقدوتها في الحياة وطبقا لارتفاعات الحزب الشيوعي الأردني كان آخر كلمات عبد الفتاح تولستان يعني رفيق زهر عمر وهو في السجن اخر يوم حياتي انتقادا للحكومه الاردنيه الطاغيه اني اعلم انني ساموت 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 في هذه الغرفه ولكن ولكن مهما طال امدكم يا طغاه فان النصر لشعبنا ولنا نحن الشيوعيين واستمرت زهر عمر بالمشاركه في الحزب الشيوعي رغم هذه المساء الشخصيه ورغم أنها فصلت من الكثير من الوظائف بسبب موقفها الشيوعي المعلن ثم جاءت مأساة ثانية توفي زوجها ومن أجل اكتساب الرزق لنفسها ولأولادها الأربعة عملت في مهن سكرتارية في وكالات أنباء في مدينة عمان ثم في سنة 1991 بعد انهيار الاتحاد السوفياتي زارت زهرة عمر مدينة نالشك في شمال القوقاز وبعد ذلك بقليل بدأت بتأليف روايتها الأولى الخروج من سوسروقة ثم بدأت بالعمل على رواية ثانية سوسروقة خلف الضباب ولكن للأسف قبل أن تجد دار نشر توفي في سنة 2000 وعمرها 66 سنة ونشرت رواية سسروقة خلف الضباب بعد وفاتها بسنتين فباختصار يوجد هناك بعض العوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في حياة زهر عمر قد ربما قربتها من حركة القومية الشركسية في أوائل التسعينيات هل تتذكرون البروفيسور علي ماهر برمامت يدرس العمارة في جامعة الأردن؟ في نهاية الفيلم أن تكون أديقة يعلن الحمد لله وطني هون في الأردن فماذا عن زهرة عمر؟ كيف كانت ستجيب إذا سئلت لو سئلت أين وطنك؟ لا نعرف ولكني أتخيلها وهي جالسة في الطيارة أثناء رحلة العودة من القوقاز إلى عمان لماذا زارت مدينة نالتشيك زيارة مؤقتة فقط؟ وماذا كانت تشعر به؟ وهي معلقة هناك في الهواء في منتصف الطريق بين مسقط رأسها ومسقط رأس أجدادها أجدادها خيبة الأمل، الاطمئنان، ربما الحيرة، أو كل هذه المشاعر في نفس الوقت. في نهاية المطاف، لا نعرف، إلا أن تجارب, تجارب زهر عمر الحياتية المتفردة ساعدت على إثمار هذه الرواية المبهرة. فعلى سبيل المراجعة، ها هي الأسئلة التي تطرقنا لها اليوم؟ من هم الشركس؟ من أين جاءوا إلى الأردن؟ كيف يختلف الشركس في الأردن عن المجتمعات الشركسية الأخرى في العالم؟ وما هي القومية الشركسية؟ إلى أي درجة كان شركس الأردن يؤيدون هذه الحركة عند ظهورها؟ وأما بالنسبة لرواية الخروج من سسروقة فإلى أي درجة تنسجم مع اهداف القوميه الشركسيه وهكذا انتهى تقديمي شكرا على حضوركم حضوركم